مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة ما وراء الحدث. مرة أخرى وبدم بارد يسقط شباب من مخيمات تندوف برصاص الجيش الجزائري بلا مهلة وبلا تحذير مسبق. استهدف الرصاص أجساد هؤلاء الشباب الذين كانوا بصدد التنقيب عن الذهب بعد أن أغلقت في وجوههم كل أسباب الرزق والكسب. هذه المرة سقط قتيلان وجرح غيرهما حسب تقارير وحسب منظمات حقوقية. هي ليست المرة الأولى، قبلها كان الجيش الجزائري قد أحرق شبانا أحياء بعدما حاصرهم وصب عليهم البنزين في حفرة التنقيب. بتوالي عمليات التصفية في حق المحتجزين في المخيمات تعود إلى الواجهة المسألة الحقوقية في المخيمات والحماية التي ينبغي أن توفر لهم، ولا يجدونها في سلطة البوليساريو كما لا يجدونها في الدولة المتخلية عن ولايتها القانونية الواجبة تجاههم. فأي حماية قانونية وحقوقية للمحتجزين في المخيمات؟ للحديث في هذا الموضوع يسرنا أن نرحب بالأستاذ نوفل البعمري الباحث في شؤون الصحراء. أهلا بكم أستاذ نوفل البعمري. أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. ألف مرحبا. نرحب أيضا بالدكتور العباس الوردي أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا بكم. أهلا سيدي الكريم، رمضان مبارك وشكرا على الاستضافة. لنا ولكم مرحبا. نرحب أيضا بالدكتور صبري اللحو الخبير في القانون الدولي وشؤون الصحراء. أهلا بك أستاذ صبري. سيلتحق بنا في غضون وفي سياق هذا الحديث. لو أبدأ معكم أستاذ نوفل البعمري، ما هي حيثيات استهداف المحتجزين في مخيمات تندوف بالرصاص من قبل الجيش الجزائري؟ وشكرا على الاستضافة. أعتقد على أنه حادثة يوم الثلاثاء 4 ماي الماضي هي ليست الحادثة الأولى. سبق قبل سنة أن بنفس الطريقة قامت عناصر ديال الدرك الوطني الجزائري بإحراق مجموعة من الشباب، كانوا 3 شبان، بإحراقهم وهم أحياء في منطقة للتنقيب على الذهب بجوار مخيمات تندوف. وكانت هذه الواقعة موضوع إدانة رسمية من طرف مجلس حقوق الإنسان، بحيث أنه قبل شهر تقريبا كانت هناك مراسلة رسمية وجهها 3 مقررين خواص لآلية أممية معنية بحماية حقوق الإنسان. تم توجيه رسالة رسمية اعتبرت بمثابة قرار، تم توجيهها للحكومة الجزائرية لتقديم مختلف التوضيحات حول الحادثة التي جرت السنة الماضية، وكذلك لمحاسبة ومعاقبة ومحاكمة المتسببين فيها. يبدو على أنه القدر ساكنة المخيمات وقدر محتجزين داخل المخيمات أن قدرهم وقدر أنه يكونوا يعني في يد دولة وفي يد نظام لا يتورع في استهدافهم بشكل مباشر. الحادثة كما قلت هي حادثة تعود للثلاثاء الماضي. الأمر يتعلق بمجموعة من الشبان من مخيم داخلة بمخيمات تندوف. مخيمات تندوف كانوا كما العديد من الشباب في مخيمات تندوف يقومون بعمليات محاولة تنقيب على الذهب. المستجد الذي حدث اليوم وأنهم كانوا بصحبته مجموعة من الشبان موريتانيين. الدرك الوطني الجزائري بمجرد ما أن رأى هؤلاء الشباب قام باستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص الحي. العملية أدت إلى اغتيال وقتل الشاب المسمى أبا محمد سعيد سالم وهو من الرقيبات، واحتجاز شابين آخرين، وهذين الشابين هما مصابين يعني بشكل بالغ بالرصاص الحي، والحياة ديالهم اليوم مهددة وفي خطر، ويمكن في أي لحظة أنهم يفرقوا الحياة إذا لم تتدخل المفوضية صوت اللاجئين إنقاذ هؤلاء الشباب. في كلمة رجاء، ماذا يسمى هذا في القانون؟ أولا يسمى عملية اغتيال. الأمر يتعلق باغتيال، الأمر يتعلق يعني باستهداف مباشر، لأنه كان بإمكان الطرف الوطني الجزائري أن يقوم كما جرت العادة في العديد من التدخلات، أن يقوم بإشعار هؤلاء، أن يطالبهم بالتوقف، أن يطلق رصاص في الهواء لإخافتهم.
لكنه حسب الصور يعني ديال الواقعه والتي تم تداولها من طرف العديد من النشطاء داخل مخيمات تندو، فالامر يتعلق باستهداف مباشر طيب. ليس للسياره لكن لحياه هؤلاء. الامر يتعلق باغتيال، واضح يتعلق باغتيال، واضح. اذا قلت استهداف مباشر بعد التقارير التي وردت عن الموضوع تتحدث عن استهداف ليس فقط أولئك الذين هم خارج السيارات، بل كانت هناك استهداف أيضا لأولئك الذين كانوا في السيارات ومن دون سابق إنذار. أستاذ العباس الوردي، ما قراءتكم في توالي مثل هذه الأحداث وعمليات التصفية بهذه البشاعة؟ نعم سيدي الكريم، نشهد وضعا كارثيا ترتكبه القوى العسكر الجزائري إزاء العزل، لا لشيء لأنهم يبحثون عن قوتهم اليومي الذي حرموا منه في إبانة بطبيعة الحال تواجدهم في هذه المخيمات الفارغة والتي لا يوجد فيها ما يسدون به رمقهم. إذن الأمم المتحدة كما تمت الإشارة إلى ذلك قبل قليل قد راسلت الجزائر بلهجة شديدة، وخاصة على أن هذه الأفعال قد توالت ولم تمس البالغين بالدرجة الأولى، بل حتى مست القاصرين وحتى المهاجرين. بالتالي فرصاص الجيش العسكر الجزائري قد بطبيعة الحال أصيب بالسعار وبالجنون إزاء هذه المحتجزين العزل، أطفالا نساء قاصرين وغيرهم. وبالتالي فنتساءل عن الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة، لأن الأمر بطبيعة الحال لا يجب أن يتم من خلال مراسلة بطبيعة الحال توجيهية أو إنذارية، ولكن الأمر يتطلب قرارا أمميا حازما من أجل مواجهة هذا الوضع الكارثي. وأنت الذي تتحدث أستاذ عباس الوردي، نعم، تظهر في الصورة، نعم، إلى جانبك أيضا صورة الحفرة التي تم في مرة سابقة، نعم، صب البنزين على شابين، البنزين، نعم، مقتبل العمر، نعم، من المحتجزين في المخيمات، وتم صب البنزين عليهم وهم في تلك الحفرة، وتم إضرام، نعم، النار في جسديهما. وأنت تتحدث عن تقارير أممية وهذه المساطر الدولية، نعم، التي تتكرر العمليات، لم يحدث أي شيء، تتواصل العمليات لم يحدث أي شيء، نعم، لا شيء يتغير. هذه أخي الكريم جرائم إبادة جماعية ويعاقب عليها بنص القانون الدولي، وعلى المنتظم الدولي أن يتحرك، لأن الكل يعلم على أن الجزائر قد تجاوزت الحدود اللياقة واللباقة، وخاصة في الجانب المتعلق بما هو إنساني، لأن الوضع كارثي، وخاصة على أن التقرير أو الإحاطة التي أحاطت من خلالها مذكرة الأمم المتحدة الجزائر أنذرت بتفاقم الوضع حتى في ظل جائحة كورونا. الآن الكل يعلم على أن مخيمات سندوف تعج بلاجئين، تعج بعزل، بأطفال، بنساء، والأمر بطبيعة الحال يتفشى شيئا فشيئا. الأمر لا يحتمل الانتظارية، وبالتالي فعلى المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليته. الأمر بطبيعة الحال تأخذ من خلاله الجزائر بطبيعة الحال العصا الغليظة تجاه هذا المواطنين بطبيعة الحال وهذا العزل الذين يوجدون فوق أراضيها. وبالتالي كان الأحرى على أن تتدخل القوى بطبيعة الحال المتعددة الجنسيات على مستوى هذا المسار، لأن الأمر يتعلق بكارثة إنسانية ويتعلق بأذان صماء لدولة شاءت إلا أن تكرس لجرائم الإبادة الجماعية على بطبيعة الحال مستوى قرن أصبح يقطع مع هذه الجرائم، وأصبح كذلك يغلق سجون، لأن هذا السجن بطبيعة الحال ليس به مأوى، ليست به أدنى شروط المرتبطة بالعيش الكريم. وبالتالي فسؤال العارض أخي الكريم الذي نطرحه في هذا الباب يتأسس ويتمحور حول دور الأمم المتحدة في هذا الباب، دور المنتظم الدولي في هذا الباب. وبالتالي فالكل يعلم على أن هناك بؤرة توترية في العالم، وعلى أن الأمم المتحدة تتدخل. وبالتالي فالعلامة علامة استفهام العريضة، لماذا لا تتدخل الأمم المتحدة من أجل إنصاف هؤلاء الأشخاص الذين بطبيعة الحال لهم الحق في الحياة؟ وبالتالي فإضرام النار بهذه الطريقة، إصابة بطبيعة الحال القاصرين والعزل وقتلهم بالرصاص الحي،
هي مسائل يعاقب عليها بنص القانون الدولي، وبالتالي فلا نقول هذا كمغاربة ولكن كأكاديميين على أننا يجب أن نحترم الشرعية الدولية وعلى أن ننصف بطبيعة الحال القابعين بمخيمات العار بتندوف، وعلى أن نفرمل جماح الجزائر أو عسكر الجزائر من أجل أن تستعمل هؤلاء الأشخاص كورقة ضاغطة من أجل بطبيعة الحال فرملة الدور المتقدم أو الوضع المتقدم الذي أصبحت تعرفه قضية الصحراء المغربية، والتي كل ومل منها العسكر الجزائري وأصبح يعرف على أنها قد انتهت وعلى أن المغرب دولة صاحبة حق. شكرا لك دكتور صبري لحو. هؤلاء الضحايا من يتكفل بإنصافهم أو ينصف أهاليهم ويحق العدالة لفائدتهم مع تكرار هذه العمليات بطبيعة الحال؟ ولا أدري إذا كانت لديك معطيات إضافية عن الحالة الجديدة، حالة الرابع من ماي. لم يلتحق إذن بنا أستاذ صبري لحو. أستاذ نوفل البعمري، أعود إليك. كما قلت، هؤلاء الضحايا ومن سبق منهم أيضا في الحالات الماضية لم نسمع ولم تتحدث التقارير، لم تذكر أنه تم تفعيل مساطر من أجل التحقيق في التجاوز وعمليات التصفية من دون محاكمة بطبيعة الحال. ما الإطار الذي يمكن النظر من خلاله إلى هذه الحالة، لا سيما أن الجزائر لا تمتنع أو تتخلى عن ولايتها القانونية فيما يتعلق بنطاق المخيمات، وفي نفس الوقت العسكر الجزائري والأمن الجزائري هو الذي يتكفل بتصفية هؤلاء الشباب؟ كيف نفهم هذه الحالة؟ أولا هناك ملاحظة أولية. المنظمات الدولية الحقوقية العديد منها، والذي دائما ما يتفاعل بشكل سريع ومبالغ فيه مع أي حدث قد يكون معزوف في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، هو نفس هذه المنظمات الدولية للأسف اليوم هي صامتة. صمتت عند إحراق ثلاث شبان السنة الماضية، وصمتت قبلها، وفي واقعة اليوم التي مر حوالي أكثر من أسبوعين هي صامتة على هذه العملية ديال الإبادة، هذه العملية ديال الاغتيال، هذه العملية ديال انتهاكات الخطيرة الممنهجة التي يتعرض لها الشباب بشكل خاص ديال مخيمة تندوف وساكنة مخيمات بشكل نعم. هذا يمكن أن يكون نوع من التواطؤ مع الجزائرية ومع النظام الجزائري، لأنه يوفر لها نوع من الحماية المعنوية ونوع من الحماية الأخلاقية من قوسين. النظام الجزائري يتصرف بيد يعني مطلوقة داخل مخيمة تندوف، يتصرف وكأن ساكنة المخيمة تندوف هي ملك خاص له، بإمكانه أن يبيدهم، بإمكانهم أن يحتجزهم خارج القانون، بإمكانه أن يقوم بعملية ارتكاب بجرائم معاقب عليها بموجب القانون الدولي سواء الإنساني أو لحقوق الإنسان. بمعنى أنه اليوم الدولة الجزائرية أو نظام جزائري يشعر وكأن هناك نوعا من الحماية. المطلوب اليوم أعتقد على أنه ما دام أنه كانت هناك مراسلة رسمية من طرف مجلس حقوق الإنسان، من طرف ثلاث مقررين خواص معنيين بحماية حقوق الإنسان الذين راسلوا الدولة الجزائرية في موضوع انتهاك الخطير السابق، أعتقد على أنه اليوم يجب أن يتم التحرك هل يرجى شيء من هذه الآليات الأممية رجاء أستاذ نوفل بعمري؟ هل يرجى شيء؟ تحدث عن إدانة في دورة سابقة، وهذه المساطر يعني يتم بعث يعني طلب توضيحات من الدولة المعنية، وبعد ذلك يتم انتظار هذا الرد، ومساطر يعني تطول، ومن الناحية العملية قد لا يتحقق شيء. هو طبعا هو هذه واحد من الإشكاليات المتعلقة بعمل مجلس حقوق الإنسان ككلية، لأنه التحرك أولا هو تحرك بطيء في العديد من الملفات، ثانيا المقررات التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان هي عبارة عن توصيات، هي تكون في الغالب على شكل إدانة أخلاقية، إدانة سياسية، إدانة حقوقية للدولة المعنية، لكن كإدانة قانونية يعني توفر حماية قانونية أو جنائية للضحايا المستغربين، أعتقد أن مجلس حقوق الإنسان هو قاصر في هذا المستوى. المطلوب اليوم هو أنه يجب أن يكون هناك تحرك من طرف المنظمات الحقوقية، خاصة الصحراوية منها، خاصة التي لا معنية بوضعية حقوق الإنسان داخل مخيمة تندوف،
باللجوء للآليات الإقليمية، باللجوء للآليات الأوروبية، باللجوء للمحاكم الأوروبية، باللجوء كذلك للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية، يعني تضع الدولة الجزائرية ضمن المحكمة الجنائية الدولية وتحت طائلة ما هو منصوص عليه في نظام روما. لذلك أعتقد أنه الآليات الأممية هي آلية جد مهمة من حيث فضح ممارسات التي تقوم بها الدولة الجزائرية، من حيث إدانتها أخلاقيا، من حيث إدانتها معنويا، من حيث ممارسة نوع من الضغط الحقوقي أو الضغط السياسي على النظام الجزائري. لكن في نهاية المطاف هذه الآليات هي قاصرة على معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الأفعال. لذلك أعتقد أنه بالموازاة مع الآلية الأممية هناك آليات أخرى قضائية يجب التفكير في سلوكها، ويجب التفكير في فتحها، خاصة أنه الأمر يتعلق بتواصل لهذه الأحداث، الأمر يتعلق بعمليات إبادة مجرمة بموجب القانون الأوروبي، بموجب القانون الدولي، وبموجب مختلف الشرائع والمواثيق الدولية. شكرا لك أستاذ العباس الوردي. في محاولة فهم ما يجري، ما المقصود من مثل هذه العمليات؟ ما المقصود؟ ما الهدف؟ لماذا القيام بعمليات تصفية بهذه الوحشية في حق أناس عزل محتجزون ومعزولون أيضا عن العالم لأنهم ممنوعون من حرية التنقل، فضلا عن أن سبل العيش مغلقة أمامهم؟ هذا هو بيت القصيد أخي الكريم. هناك أصوات ترتفع بين الفينة الأخرى في مخيمات تندوف، أصوات طامحة للتخلي عن براتين الدناءة وكذلك العيش المخزي للإنسان وكذلك العيش الكريم، الطموح للعيش الكريم. وهذا ما تم نشره في تقرير أو إحاطة لمنتدى فورستاين، الذي قال بأن بطبيعة الحال تم اعتقال مؤخرا في أحداث 14 معتقلا، وهذا 14 معتقلا يخوضون إضرابا عن الطعام. إذن هذه احتجاجات تعبر عن امتعاض ساكنة مخيمة العار وعدم قبولهم لهذه الوضعية، كذلك عدم الترخيص لمحتجزين بتندوف بعدم تجاوز بطبيعة الحال المخيمات بطبيعة الحال خوفا من هروبهم إلى المغرب. وبالتالي فكذلك تدخل القوى الجزائرية لقمع المتظاهرين قبل تراجعها، هذا شيء خطير جدا. كذلك مشاركة العسكر الجزائري في جرائم الإبادة الجماعية. أنا أقول على أن الأمم المتحدة هي مسؤولة أخي الكريم، وعلى أن السلم والأمن القاريين هم بطبيعة الحال مهددين بهذه الطريقة، وكذلك على أن الحياة الإنسانية هي مهددة، لأن الحق في الحياة هو حق متعارف عليه وحق لجميع رعايا الدول. وبالتالي فلا يمكن أن ننتظر على أن المنظمة الدولية الغير الحكومية هي التي ستقدم دعم بطريقة مباشرة للانتهاكات التي يعيشها محتجزون بتندوف أو بمخيمات العار بتندوف، ولكن على أن الأمم المتحدة عليها أن تتحرك. فبطبيعة الحال تندوف هي منطقة منكوبة الآن، وتعرف ظروف مزرية، والكل يعلم ما يحدث بمعتقل ذهبية، وكذلك التعذيب والتنكيل الذي يطال بطبيعة الحال ساكنة تندوف ومخيمة تندوف، الظروف الصحية المزرية، الافتقار لأدنى شروط العيش الكريم. وبالتالي فالدرس الذي يجب أن تفهمه الجزائر على أن بطبيعة الحال التعذيب قد ولى، وعلى أن الإبادة الجماعية قد ولت، وعلى أن المنتظمة الدولية يجب أن يتحمل مسؤوليته. فكفانا من التوجيهات وكفانا من المذكرات التوجيهية أو الإنذارات الغير مطبقة على أرض الواقع. الكل شهد على أن العالم قد عرف مجموعة من المتغيرات، وخاصة ما حدث بالعراق وما حدث بليبيا. وبالتالي فعندما يصل الواقع الحال إلى مثل هذه الظروف، فالأمم المتحدة عليها أن تتدخل عبر طبعاً حل قنواتها المباشرة من أجل فرض السلم والأمن على مستوى طبعاً حل دولة من دول العالم، وعلى كذلك المنظمات التي تعنى باللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها، وكذلك على جميع المكونات المنتظم الدولي
أن تعي طيب. على أن الجزائر قد أصبحت دولة ضالة في العلاقات الدولية، وعلى أن أصبحت تخرق القانون الدولي، وعند خرق القانون الدولي لا يمكننا أن نكتفي بالتوصيات، وعلينا أن نقرر ونتدخل لكبح الجماح هذا العسكر الجزائري على ما يقوم به من انتهاكات تمس الحياة البشرية والإنسانية. شكرا لك أستاذ العباس الوردي. أستاذ نوفل البعمري، في سياق أكثر من 4 عقود من الاحتجاز والعيش في المخيمات، لا تزال لنقول الوضعية الاجتماعية هناك متردية جدا، ولا تزال أسباب كسب الرزق مغلقة، ولا تزال التقارير الأممية حبلى بالنقائص التي تهدد صحة الساكنة هناك المحتجزة المغلوبة على أمرها، وبعد أكثر من 4 عقود يتواصل أو تتواصل مثل هذه الممارسات في حق الشباب هذه المخيمات، برأيك من يتحمل المسؤولية؟ هناك أولا مسؤولية مباشرة للأمم المتحدة، ومسؤولية كذلك للدولة الجزائرية. نبدأ بالأمم المتحدة. الأمم المتحدة لديها مكتب المفوضية الثانية لغسل اللاجئين والتي تتواجد بالمنطقة. هذه المفوضية للأسف لحدود هذه اللحظة لم تعمل على وقف مثل هذه الاعتداءات ومثل هذه الأفعال المجرمة بموجب القانون الدولي، لم تعمل على وقف هذه الممارسات التي تعرض لها ساكن المخيمات. للأسف لم تستطع أن تمكن ساكنة المخيمات من حقها في الإحصاء والذي هو مطلب أممي، لم تستطع أن تقوم بحماية العديد من النشطاء الذين سبق لهم أن تجأوا بمقر مفوضية غوث اللاجئين. لم تستطع هذه المفوضية ولا الأمم المتحدة للأسف أن تمنع الدولة الجزائرية وأن تمنع قيادة تنظيم جبهة بوليزاريو من الاستمرار في نهب المساعدة الإنسانية ومن سرقتها ومن توجيهها لجهات أخرى غير الجهة التي من المفترض أن تصل إليها والتي هي ساكنة مخيمة سندروف. لم تستطع، ونحن العالم يعني يحارب اليوم كوفيد-19، لم تستطع أن تفرض على الدولة الجزائرية أن توفر الحماية الصحية والحماية الطبية لساكنة مخيمة سندروف، بل اكتفت في يوم 21 أبريل بالإعلان على كون مخيمة سندروف هي منطقة موبوءة على مستوى الانتشار القوي والسريع لهذا الفيروس القاتل داخل مخيمات سندروف. وبالتالي أعتقد على أنه الآلية الأممية اليوم في تعاطيها مع الوضع داخل مخيمات سندروف، هناك نوع من العزل بين قوسين، هناك نوع من القصور، هناك نوع من التعامل الذي يفرض مستقبلا أن يتم فتح نقاش جد موسع بين مختلف المهتمين بعمل الآلية الأممية المعنية لحماية حقوق الإنسان، خاصة في الحالات التي تتواجد فيها الساكنة للمخيمات سندروف، مخيمات ديال اللاجئين بالقوسين، هذا إذا ما جاز وصف ساكنة المخيمات باللاجئين. يجب أن يتم يعني خلق آليات أخرى تفرض على الدول المانحة أو الدول التي تقدم نفسها كدولة جزائرية الأراضية على كونها هذه الأراضية أرض لجوء، يجب أن يتم هناك سلطة ومراقبة لهذه الدول، لهذه الدول خاصة الدولة الجزائرية في كيفية تطبيق هذه الاتفاقيات المعنية لحماية اللاجئين. الدولة الجزائرية في جانب ثاني هي مسؤولة كما قلت قبل قليل. القانون الدولي المتعلق بحماية اللاجئين يفرض على الدولة الجزائرية أن تقوم بتوفير كما قلت قبل قليل الحماية، أن تقوم بتوفير الحق في الصحة، أن تضمن لهم حق في الحياة، أن تضمن لهم حق في الشغل، أن تضمن لهم الحق في الرعاية الاجتماعية، أن تضمن لهم حق في التنقل. هذا الحق المنتهك اليوم والذي نعتذر على أنه تعرض هؤلاء الشبان للاغتيال وللقتل بشكل مباشر من طرف الدار الجزائري لاعتقادهم على أن الأمر يتعلق بعملية فرار وهروب من مخيمات ومن جحيم مخيمات نوف إلى الأراضي المغربية. لذلك أعتقد على أنه مستويات اليوم ديال المسؤولية، هناك مسؤولية أممية ثابتة، مجلس الأمن وتقارير ديال الأمين العام الأمم المتحدة قبيل كل مناقشة للملف في مجلس الأمن، لا يجب أن تكتفي فقط بالإشارة إلى الوضعية داخل مخيمة سندروف، بل يجب أن ينتقل مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى مستوى آخر من فرض القانون الدولي على الدولة الجزائرية. وهناك الدولة الجزائرية اليوم هناك مسؤولية قانونية ومسؤولية جنائية
على الوضع داخل مخيم تندوف وعلى كل عمليات الاغتيال التي تتم داخله. سنأتي إلى هذه النقاط تباعا. أستاذ العباس الوردي، لعلك تتابع بشكل مفصل التقارير الأممية، تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تتبعه للملف عبر الآليات الأممية الموجودة، ولعلك تتابع أيضا أنه في كل مرة تتم مطالبة الجزائر بإحصاء دقيق لهذه الساكنة التي هي في محل بطبيعة الحال مزايدات معروفة الأسباب. يتم تسجيل مظاهر نقص الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة من المحتجزين في المخيمات على مستوى التغذية، على مستوى الصحة، على مستوى الولوج إلى التعليم، على مستوى حرية التنقل أيضا. وهذه الأمور يتم ذكرها بشكل متكرر جدا في العديد من التقارير وبشكل دوري، لعلك تتابع ذلك. لماذا يتم أو تبقى تلك الملاحظات والمطالب حبيسة تلك التقارير ولا تجد طريقها إلى التنفيذ عمليا، مادام أن هناك معاناة إنسانية متواصلة ومستمرة والآن نتابع عملية تصفية؟ نعم أخي الكريم، قبل أن أجيبك عن السؤال انتبهتني إشارة للميثاق التأسيسي للأمم المتحدة على أنه أشار إلى حقوق الإنسان 7 مرات. كذلك هناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، علما أن الأمم المتحدة ليست بالقاصر في تثبيت عرى حقوق الإنسان على مستوى المنظومة الدولية، فلها هيئة مستشارين لمنع الإبادة الجماعية، وبالتالي فهذه الهيئة لم تفعل بطبيعة الحال. هناك مستشارون رانا إشارة الأمم المتحدة من أجل متابعة بؤر التوترية في العالم التي تعرف هذا النوع من الإبادة الجماعية، الأمر الذي ترتكبه الآن الجزائر وارتكبته مرات عدة، على الوصول إلى حراق أجساد البشر فهو يصنف في خانة الإبادة الجماعية. كذلك هناك مجلس الأمن، فمجلس الأمن له مجموعة من الآليات من أجل أن يتدخل عبر إرسال مندوبين وإرسال مجموعة من المحققين من أجل استجماع الأفكار وكذلك إعداد التقارير. وكذلك هذه التقارير التي قلت أخي الكريم والكل يعلمها على أنها تصدر وكذلك تشير بأصبع الاتهام للعسكر الجزائري فيما يتعلق بالخروقات وكذلك مساندة مؤازرة الكيان الوهمي للبوليزاريو ودعمه مباشرة من خلال احتجاز هؤلاء العزال وكذلك النساء والأطفال والقاصرين وكذلك المهاجرين. من أجل ماذا؟ من أجل كسب ورقة ضغط ضد المغرب. إذن الآن المنظومة الدولية لا يجب أن تضع بطبيعة الحال توصيات تضع حبر تبقى حبرا على ورق. وبالتالي فالسؤال والإشكالية التي ينطرحها أخي الكريم في هذا الباب، أي دور للأمم المتحدة في هذا الباب؟ الوسائل موجودة والآليات موجودة، المنتظم الدولي عندما يتم انتهاك أي حق من حقوق الإنسان في الدول المتقدمة فنقيم الدنيا ونقعدها. بطبيعة الحال هذا ليس تحاملا على الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة أو روسيا الاتحادية أو دول اسكندنافية أو غير ذلك. إذن حق الإنسان مضمون في هذه البقاع. وبالتالي عندما نتحدث عن وجود مخيمات تتسم بطبيعة الحال الدنيا فيما يتعلق بتوفير أدنى مقاييس للعيش الكريم وكذلك المعاملة المهينة للبشر في هذه الألفية، بالتالي فهذا شيء يندله الجبين. وهذا لا نقوله تحامل الجزائر، لأن الجزائر يجب أن تتحمل مسؤوليتها بطريقة مباشرة لأنها ترتكب حماقات. بما أنك خبير في القانون الدولي أستاذ عباس الوردي، بما أنك خبير في القانون الدولي اسمح لي أن أسأل، مسألة الولاية القانونية في المخيمات، الولاية القانونية للدولة المضيفة بالنسبة للمخيمات، ماذا تطرح من إشكاليات هذه؟ الإشكالية هو أن الولاية القانونية فهي تثبت بطريقة مباشرة مسؤولية الدولة المضيفة بطبيعة الحال. فيما هذه الولاية معطلة في المخيمات بالنسبة للجزائر؟ بطبيعة الحال هي تتدخل كلما كان هناك أصوات تنادي بضرورة التحرر والعيش الكريم وكذلك الكف عن التعذيب، لأن الآن ندعو الأمم المتحدة لكي تزور معتقل ذهيبة فهو يعج بالمعتقلين الذين ينكلون ويصفون حتى في هذا المعتقل الذي بطبيعة الحال أصبحت تغلق في هذه الألفية مجموعة من الدول، مجموعة من المعتقلات لا يمكن أن نذكرها بالاسم.
أنها لم تعد تجدي في شيء، ولأنها تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي. وبالتالي فالجزائر بطبيعة الحال هي مسؤولة مسؤولية تامة عما يقع في هذه المخيمات، لأنها صنيعتها، وبذلك بطبيعة الحال تريد أن لا لا أقول تردع يد المغرب، فالمغرب بطبيعة الحال قوي عن هذا الردع، لأن المغرب يسير الشرعية الدولية. وما تبوت عن المغرب قد أقام مخيما لكبح جماح الأصوات التي تطالب بطبيعة الحال بحقها وبالحريات العامة وغير ذلك. وبالتالي فضلوع الجزائر في هذا الملف أقولها بصوت مرتفع، يجب أن يفتح له ملف واسع عريض، وأن تتحمل فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليتهما مسؤولية كاملة، لأن الأمر يتعلق ببني البشر، ولأن عادة بطبيعة الحال التعذيب والتنكيل قد ولى، وبأن حقوق الإنسان يجب أن تحترم، وبأن ذكرى كما قلت سبع مرات حقوق الإنسان في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة يجب أن يحترم، وعلى أن يتم تفعيل كذلك الآليات التي يمكن أن تواكب من خلالها الأمم المتحدة مهمها. وبالتالي بما أن الأمم المتحدة هي منظمة دولية حكومية، فبها أعضاء لدول العالم، وبالتالي كذلك على دول العالم أن تتحمل مسؤوليتها إذا ما يقع في هذه المخيمات في هذه الألفية في هذه العشرية. وبالتالي فأين نحن من حقوق الإنسان؟ أين نحن من حقوق الإنسان؟ تندوف. سؤال مهم جدا أستاذ العباس الوردي. أستاذ نوفل البعمري، حينما نطرح سؤال أين نحن من حقوق الإنسان، هناك هذه المفارقة التي تذهب مباشرة تقفز مباشرة إلى العين. إبراهيم غالي تم حجز طائرة خاصة له، وتم تزوير الهوية له، وتم تمكينه من اسم مستعار من أجل الوصول والولوج إلى العلاج في مستشفيات أوروبية في إسبانيا مع كل الامتيازات المتوفرة، بينما في المخيمات نجد هؤلاء الشباب الذين ضاقت بهم سبل العيش، ولا كل سبل العيش مغلقة أمامهم، ويغامرون بأرواحهم من أجل التنقيب عن الذهب والذي ضاعت حيواتهم في سرابه. كيف تقرأ هذه المفارقة؟ هو الأمر لا يتعلق فقط بهذه المفارقة. قبل أن نتحدث على إبراهيم غالي أو محمد بن بطوش الهوية المزورة التي زار بها إسبانيا، أمر يتعلق بمفارقات عديدة. الشباب في المخيمات يجب أن نعلم على أن اليوم هناك شباب داخل مخيمات تندوف ديالو أكثر من 20 سنة 25 سنة لا يعلم من العالم إلى المخيمات تندوف، في حين أن أبناء قيادة تندوف اليوم تعيش على رغد العيش في الدول الأوروبية خاصة في إسبانيا وبعض الدول الإسكندنافية. يجب الإشارة على أنه العديد من الساكني وقاطني ومحتجزين داخل مخيمة تندوف اليوم ممنوعين من حقهم في التنقل، في حين أن العديد من القيادات داخل مخيمة تندوف وأسرهم ومقربين منهم المنعم عليهم من طرف النظام الجزائري والدولة الجزائرية يتنقلون بكل حر. من المعلوم أن المحتجزين، أفتح هذا القوس، أن المحتجزين في المخيمات حينما يغادرون هذه المخيمات يتم سحب أوراقهم الثبوتية من طرف السلطات الجزائرية، هكذا هو الأمر؟ سأفي على ذكر هذه الملاحظة. تفضل. يعني أنه هذه القيادات لديها كل إمكانيات للتواجد داخل أوروبا والاستمتاع بالحياة. طيب. والاستمتاع بأموال التي من المفترض أن توجه إلى الساكنين المخيمات، في حين أنه يتم نهبها واستنزافها من طرف هذه القيادات ومن طرف المقربين من قيادات وتنظيم جبهة اليسار. معنى أنه هذه المفارقة اليوم هي مفارقة أصبحت بادية للعيان، وأصبحت العديد من الأوساط داخل مخيمات تندوف تطرحها بقوة، والعديد من النشطاء اليوم داخل مخيمات تندوف أصبحوا يدونون حول الموضوع وأصبحوا يتحدثون عن الموضوع بجرأة كبيرة، وكان السبب في اعتقال وفي احتجاز وفي اختطاف العديد من النشطاء آخرهم الفادي بريس الذي تقدم بالشكاية ضد تنظيم بوليزاريو وضد إبراهيم غالي التي تم يعني تحريكها، وبموجبها تم تحديد جلسة أمام المحكمة العليا الإسبانية يعني بحسب الناطق المتحدث بالمحكمة العليا الإسبانية لهذا اليوم أنه تم تحديد جلسة رسمية يوم
يونيو للاستماع الى ابراهيم غالي تقصد. يونيو طبعا يونيو للاستماع الى ابراهيم غالي او محمد بن بطوش، بمعنى انه اليوم هناك يعني التحرك على هذا المستوى يكشف زيف العديد من الاطروحات. اولا يكشف وقد اشرت قبل قليل الى صمت المنظمات الحقوقيه في ملف هذا محمد بن بطوش او ابراهيم غالي، منظمات حقوقيه التي تعرف وتعي جيدا الجرائم التي ارتكبها ابراهيم غالي، سواء كانت متعلقه بالاعتداءات الجنسيه، سواء كانت متعلقه بالاغتصاب الجنسي، سواء كانت متعلقه بالتجاره البشر، سواء كانت متعلقه بالتعذيب، سواء كانت متعلقه بانتهاك حق الحياه، سواء كانت متعلقه بالاختطاف، سواء كانت متعلقه بالمسؤوليه المباشره عن العديد من الجرائم باعتباره قائد تنظيم جبهه الجزائر داخل مخيمه تندوف التي ارتكبت داخل المخيمة طيلة هذه السنوات. هذه المنظمات الحقوقية للأسف هي صامتة اليوم ولم تطلب إيقاف الضحايا ولم تساند الضحايا ولم تطلب من الحكومة الإسبانية على الأقل الابتعاد عن القضاء الإسباني وترك القضاء الإسباني يقوم بمهمته بشكل مستقيم، ولم تطالب من الحكومة الإسبانية حول الدواعي والأسباب التي جعلتها توفر الحماية السياسية لتهريبه داخل التراب الإسباني حتى لا يتمكن القضاء من محاكمته. وعلى امتداد العقود الطويلة لم يتم الحديث أيضا عن مسألة حرية التنقل لهؤلاء المحتجزين. طبعا اليوم كذلك نحن نتحدث عن إبراهيم غالي، والذي أعتقد على أنه يجب أن نكون جد منتبهين حتى لا تسمح له الحكومة الإسبانية بالخروج من إسبانيا قبل موعد جلستنا إليه، لأنه بذلك هذا المجرم لن يحاكم مستقبلا لأنه لن يجرؤ على الخروج من مخيمات تندوف إلا إلى قبره. لذلك أعتقد أنه التحرك يجب أن يكون في هذه الأسابيع المقبلة على هذا المستوى من أجل الضغط على الحكومة الإسبانية لتأخذ مسافة آمنة، مسافة يعني كاملة من هذا الملف، وتترك القضاء الإسباني يقوم بعمله بتجرد وبنزاهة، بحيث أنه لم يعد مقبولا من طرف الحكومة الإسبانية اليوم أن يعني تستمر في تقديم توضيحات غير الواضحة التي سبق لها قدمتها للرأي العام الإسباني وللرأي العام الدولي. الحق في التنقل هو واحد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف 4 المتعلقة بحماية اللاجئين. الدولة الجزائرية يعني رغم أن هناك قرارات واضحة صادرة عن مجلس الأمن التي تصدر كل سنة وتطالب الدولة الجزائرية بإحصاء اللاجئين وبتمكينهم من بطاقة لاجئ ومن حقهم بالتنقل، الدولة الجزائرية للأسف ترفض أن يتم إحصاء الساكنة ديال مخيمة تندوف وترفض تمتيع الساكنة ديال مخيمة تندوف من بطاقة لاجئ لأنها هي التي ستمكنهم من حقهم في التنقل وباقي حقوقهم. للأسف مفوضية الثانية لغوث اللاجئين في هذه النقطة بالضبط، خاصة على أن هناك قرار أممي واضح في هذا الباب، خاصة على أن هناك عدة شكاوي تلقتها من طرف العديد من شيوخ القبائل داخل مخيمة تندوف حول هذه النقطة بالضبط وحول نقطة طيب. أخرى متعلقة بحماية اللاجئين وبحماية نوفل البعمري. هناك مشكل تقني في الصوت، سأعود إليك حالما نتغلب عليه. أستاذ العباس الوردي، برأيك عمليات التصفية بهذه البشاعة التي تجري بها في المخيمات على أيدي الجيش الجزائري في حق هؤلاء الشباب، شباب محتجزين في المخيمات، هل الغرض منها هو الأثر النفسي في صفوف بقية المحتجزين داخل المخيمات، أم هو غرض أم هي بدافع الإحساس بعدم المساءلة القانونية داخليا وأيضا على المستوى الدولي، أما الغرض منها؟ بطبيعة الحال أخي الكريم، أشرنا إلى الدور المهترئ الذي لا تقوم به مجموعة من المنظمات الحقوقية إزاء ما يقع بمخيمات العار بتندوف، وخاصة فيما يتعلق بالتصفية الجماعية وكذلك الإبادة الجماعية. هذا التصفية الجماعية أو هذا القتل الذي يطال العزل والقاصرين كما قلت قبل قليل، تريد منه الجزائر وخاصة عسكر الجزائر إسكات الأصوات المتنامية لساكنة هذه المخيمات من أجل بطبيعة الحال عدم تكرار خروجهم وكذلك
عدم بطبيعه الحال تكريس معطى التظاهر او تجمهر ضد عسكر الجزائر وبطريقه مباشره البوليزاريو. كذلك نقطة ثانية تبين للمغرب على أن الجزائر لا يطالها القانون الدولي، وهذا شيء مشكل خطير جدا، وكأننا نتعامل مع دولة ذات أفضلية وذات امتياز. من يحمي دولة الجزائر التي تقوم بهذه الأفعال، علما أن القانون الدولي يسري على جميع دول العالم، وأن مسألة الشرعية الدولية يجب أن يتم احترامها، اعتبارا لأن المبدأ العام هو أن القانون الدولي بطبيعة الحال يقوم بتنظيم مجموعة من الأمور وكذلك مجموعة من القضايا وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان. وبالتالي فكيف يمكننا أن نفسر هذا الجمود الذي يتميز به دور المنظمة الدولية الحكومية، أقولها بصوت مرتفع، وكذلك منظمة الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن وكذلك المنتظم الدولي الذي يظل ساكتاً وكذلك مكتوف الأيدي إزاء ما تقوم به الجزائر من تنكيل وتقتيل إزاء هؤلاء العزل. وبالتالي فالظرفية الآن هي ظرفية جد حالكة، وكذلك الجزائر كما قلت قبل قليل أصبحت دولة ضالة في العلاقات الدولية، وستكون لها مجموعة من الآثار الوخيمة التي أصبحنا نشهدها حتى في بطبيعة الحال عمق ومركز الدولة الجزائرية، وألا هو الحراك الذي تعرفه ولا زالت تعرفه الجزائر إلى يومنا هذا من دون آذان صاغية، وتواجه بنفس الوسائل ولو بأقل حدة بالقمع وكذلك الزج بالسجن وكذلك بعد إقامة بعد الحلول الترقيعية. طيب، التي لم ترقى قط ولن ترقى إلى بالي بطبيعة الحال الشعب الجزائري. على أساس ذلك أخي الكريم أوضح في نقطة في ثانية أو ثلاث، على أن لكي أحترم الوقت، على أن هذه بطبيعة الحال الظروف تعبر عن مجزرة إنسانية حقيقية، يجب على المنتظم الدولي أن يقوم بالتدخل العاجل من أجل استصدار قرار أممي حازم تجاه الجزائر، وكذلك يفرمل الجبهة الوهمية بطبيعة الحال المكنات والمسمات بالبوليزاريو، وكذلك أن ينصف هؤلاء اللاجئين ويمكن المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين من إحصاء وكذلك إنصاف هؤلاء البشر، لأنهم يظلون بشر في آخر وأول المطاف، وتمكينهم من اختيار موطن عيشهم وكذلك تمكينهم من التطبيب والعيش الكريم وكذلك الصحة والتشغيل وغير ذلك. شكرا لك أستاذ نوفل البعمري، أعود إليك وقد عادت جودة الصوت للتحسن معك. برأيك هل هناك حلقة مفرغة غير مفهومة؟ ما الذي يفسر عملية تصفية مباشرة، إزاء وضعية اجتماعية لشباب يبحثون عن مورد رزق؟ هناك شيء غير مفهوم، ما الذي يبرر مثل هذه الوحشية في التعامل برأيك؟ اولا الدولة الجزائرية اليوم من خلال تواتر ارتكاب هذه الاعمال الاجرامية بهذا الشكل البشع، وامام مرأة ومسمع العالم وامام مرأة ومسمع عائلات الضحايا الذين يسقطون بشكل شبه يومي داخل المخيمات في بوف الاسد باشكال متعددة باشكال متنوعة فيها مختلف انتهاكات حقوقية التي تمس من الحق في الصحة الى الحق في الحياة. أعتقد على أن الدولة الجزائرية والنظام الجزائري تصرف وهو جيدا على أنه الآليات الأممية للأسف لم توفر أي حماية لساكنة مخيمة تندوف، وعلى أنه الآليات الأممية يعي ويتصرف على أن هذه الآليات هي عاجزة على يعني محاصرته، هي عاجزة على معاقبته، هي عاجزة على يعني التدخل العاجل والآني لفرض احترام القانون الدولي، خاصة منه القانون الدولي لحقوق الإنسان. أعتقد على أنه في التحركات التي تسهم، في التحرك الأخير الذي تم القيام به من طرف العديد من ضحايا ديال إبراهيم غالي آخرهم الشكاري في تقدم بها الناشط والمعارض فاضل غريس، أعتقد على أنه الآليات القضائية هي آليات يجب الرهان عليها مستقبلاً في محاسبات ومتابعات ومعاقبات كل المتسببين في ارتكاب مختلف الجرائم التي حدثت والتي تحدث والتي ستحدث مستقبلا داخل مخيمة تندوف.
هذه الآليات القضائية وسائل انصفاف للقضاء المستندة على القانون الدولي والمستندة على القانون خاصة القانون الأوروبي، أعتقد على أنه يجب الرهان عليها ويجب دفع كل ضحايا لتنظيم جبهة بوليزاريو وكل ضحايا المباشرين للعديد من الجنرالات ومن السياسة التي تنهجها أو الممنهجة ديال الدولة الجزائرية داخل مخيم تندوف. يجب أن يتم دعم قانوني ودعم حقوقي لمختلف هذه التحركات أمام خاصة أمام المحاكم الأوروبية لتضييق الخناق القانوني والجنائي على كل مرتكبي هذه الأفعال المجرمة بموجب القانون الدولي، ولضمان على الأقل ضمان محاصرة هؤلاء ولتوفير نوع من الحماية القانونية والحماية القضائية لساكنة مخيمة تندوف لحين إنهاء هذا النزاع المفتعل. الدولة الجزائرية تلعب على طول وأمد هذا النزاع بفعل تحركاتها التي تريد وقف أي تطور في العملية السياسية. حولت ساكنة مخيمة تندوف من لاجئين كما تدعي إلى رهائن لدى هذا التنظيم، حولت ساكنة مخيمة تندوف إلى للأسف إلى خاصة الشباب منها اليائس والمصاب بالإحباط إلى خزان إضافي واحتياطي لتنظيمات إرهابية متحركة في الساحل، حولت للأسف ساكنة مخيمة تندوف إلى ورقة للضغط على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. شكرا لك أستاذ نوفل البعمري. ختاما أستاذ العباس الوردي، ما تحدث عنه ضيفنا من شفشاون نوفل البعمري، هل هناك قابلية لأن يتابع المجتمع الحقوقي الدولي بالاستعجالية المطلوبة وبالأهمية والأسبقية التي يقتضيها الأمر ملف التصفيات التي نفذها الجيش الجزائري في حق شباب من المحتجزين، تصفيات مباشرة من دون محاكمة؟ أخي الكريم، أعرج على قولك بأن الأمر يتعلق بالمنظمات الدولية الحكومية وعلى رأسها الأمم المتحدة كما قلت، التي يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، لأن هناك فرق بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. فالحكومية لها من الآليات ما يمكنها من فرض مجموعة من القرارات، وهذا هو الأمر الذي تعجز عنه مع الأسف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي لا زال يتعامل بتوجه غير مقبول تجاه ما يتم فوق بطبيعة الحال مخيمات العار بتندوف. وعلى هذا المنوال أقولها بصوت مرتفع على أن العالم يجب أن يتحمل مسؤوليته، وعلى أن ما يقع بتندوف يمكنه أن يقع في كل دولة من دول العالم، وعلى أن الجزائر أصبحت تهدد السلم والأمن القاريين بالمغرب العربي وشمال إفريقيا، وعلى أن أصبحت بطبيعة الحال يسر بطبيعة الحال انتهاك حقوق الإنسان وكذلك انتهاك القانون الدولي من دون رقيب ولا حسيب. وعلى أساس ذلك سؤال عريض أخي الكريم، من يقف وراء الجزائر؟ من يحمي الجزائر؟ من يريد أن يكرس معطى بطبيعة حال إبادة الجماعية وتهجير القصري والاعتقال التعسفي والتقتيل وكذلك الإبادات الجماعية في حق القاصرين وكذلك العزل والنساء في حرمان الإنسان القابع في هذه المخيمات من أدنى حقوقهم في العيش المكرسة بالنص القانوني الدولي؟ إذن هذا هو السؤال أخي الكريم، من يحمي من؟ وبالتالي فعلى المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليته، وعلى كل دول العالم أن تتدخل بشكل عاجل من أجل إنقاذ أرواح البشر الذين بطبيعة الحال يعانون الأمرين وكذلك يعانون من قهر الكيانين، الكيان الجزائري وكذلك الكيان الوهمي لجبهة البوليزاريو. شكرا جزيلا لك أستاذ العباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط. أشكر كثيرا أيضا الدكتور الأستاذ نوفل البعمري الباحث في شؤون الصحراء. بإمكان مشاهدينا الكرام متابعة هذه الحلقة على موقعنا الإلكتروني mediantv.com ومنصتنا الجديدة medianews.com وأيضا على منصاتنا الاجتماعية الأخرى. أشكر لكم كرم المتابعة وإلى اللقاء.